مبين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يذكر الوليد بن المغيرة أن كان ذا مال هماز مشاء بنميم، أن كان ذا مال وبنين. يقول أهل العلم إن الله لم يذم أحدا من خلقه في كتابه كما ذم الوليد بن المغيرة، لكثرة ما ورد فيه من وعيد القرآن، لكثرة ما ورد فيه من وعيد القرآن. فقد قالوا إن الله عز وجل ذمه، وأي ذم؟ قال الله: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ومما ذكره الله عز وجل هنا في سورة القلم عنه أنه قال: هماز مشاء بنميم، المؤمن يسعى بالخير وفي إصلاح الناس وفيما يجمع كلمتهم، ولا يقول كلمة يرجف فيها ما بين في البلاد والعباد، ولا يقول قولا يشغب فيه على عامتهم وخاصتهم، ولا يصعد منبرا ولا يتفوه في محراب فيكون منه كلمات يؤجج بها العامة ويظهر بها الفساد. وإنما المؤمن الناصح الحق يأتي إلى القلوب فيجمعها، وإلى الكلمات فينتقيها، وإلى المؤمنين فيحبب بعضهم ببعض، يحسن إلى ذي الفقر والمسكنة وذي الحاجة، ويعرف حق ولاة أمره، ويعرف حق والديه ومعلميه وكبار قومه. كل ذلك من الآداب التي علمها الإسلام أتباعه. ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.